بعنوان تقنيات العرض اللاسلكية وتوظيفها في المؤسسات التعليمية، إعداد الأستاذ عادل بن سعد غنايم الميلبي، ماجستير تقنيات التعليم ومشرف تقنيات التعليم بالإدارة العامة بالتعليم بمنطقة مكة المكرمة. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أتمنى يكون الصوت واضح. نعم، جميل. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. معكم عادل الميلبي من المملكة العربية السعودية، من أرض طيبة الطيبة، مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسعدني مشاركتكم ورقة العمل بعنوان تقنيات العرض اللاسلكية وتوظيفها في المؤسسات التعليمية. حيث تأتي أهداف ورقة العمل منسجمة مع التطلعات الحديثة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 وأهداف وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في سعيها للتحول نحو التعليم الرقمي. تمثلت هذه الأهداف في مشروعها المعنون ببوابة المستقبل، والتي من أبرزها تغير النمط التقليدي للتعليم وإيجاد بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، والاستفادة كذلك من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة وتوجيههم للاستخدام الإيجابي للمنتجات التقنية. وتجدر الإشارة هنا حقيقة بأن غالب الدول العربية تسعى نحو تحقيق هذه الأهداف. وبينما كنت أبحث في موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، كون المؤتمر قائم في دولة مصر الحبيبة، أسعدني تبني الوزارة لمشروع التابلت للصف الأول الثانوي الذي يتضمن الأهداف ذاتها. وفي مقدمة ورقتنا هذه نجد أن تقنيات التعليم تتسم بالجدة والوفرة والتنوع والتطور المستمر. هذا الأمر يفتح أبواباً عديدة أمام المسؤولين عن توفير المتطلبات التقنية في البيئات التعليمية، ليطيل النظر في الإجابة على التساؤل الكبير: أي التقنيات الحديثة هو الأنسب والذي يحقق جوانب عدة من أهمها صلاحيتها للبيئة التعليمية؟ كل بحسب نعم كل بحسب المرحلة الدراسية للمتعلمين، وكذلك إمكانية التعامل معها من قبل المعلمين واستثمارها بشكل أمثل لتحقيق الأهداف التعليمية، كذلك مساهمتها في تخفيف التكاليف المالية وأعباء الصيانة والتدريب المستمر التي تحتاجها غالب التقنيات الحديثة أيضا، وتعزز عمليات التعليم والتعلم في الفصول الدراسية، وتحقق كل ذلك شريطة عدم الإخلال بالبيئة التفاعلية الجاذبة والمحفزة نحو التعلم. ومن هنا تأتي أهمية الاطلاع الواسع على التقنيات الحديثة والنظر في إمكانية الاستفادة منها وتوظيفها أيضا في الخدمات التعليمية. حقيقة نحن في تقنيات التعليم في المدينة المنورة تابعة لإدارة التجهيزات المدرسية، من خلال واقع الممارسات الإشرافية والبرامج التدريبية التي أعدها القسم ونفذها زملاء القسم خلال العام الدراسي الماضي المنصرم، ظهرت حاجة الميدان لاستحداث وسائل اتصال سريعة غير معقدة بأجهزة العرض المرئي، اللي هي غالبا ما تكون البروجكترات وشاشات العرض المرئية، وربطها بالأجهزة اللوحية وأجهزة المعلمين المحمولة التي تحتوي على الأنظمة، سواء كانت الويندوز أو الأندرويد أو الأيوس، للاستفادة من التطبيقات التعليمية والمحتوى التفاعلي الجميل حقيقة والمتوفر في المتاجر المخصصة لهذه الأنظمة. لذلك نحن في ورقتنا هذه تبنينا منهج البحث الوصفي، ركزنا على الأبحاث والكتب والدراسات والمقالات العلمية وكذلك التجارب العالمية، وكانت تهدف هذه الورقة للإجابة على التساؤل الكبير: ما هي تقنيات العرض اللاسلكية وكيف يمكن توظيفها في هذه المؤسسات التعليمية والاستفادة منها؟ تفرع من هذا السؤال أو من هذا التساؤل: ما هي الخصائص التعليمية أصلاً التي تمتاز بها تقنيات العرض اللاسلكية؟ ما هي أنواعها وما أبرز خصائصها الفنية؟ نتعرف عليها بشكل عميق لكي نحدث بعد ذلك تصورا مقترحا لتوظيف تقنيات العرض اللاسلكية في المؤسسات التعليمية. حقيقة
قبل ما نأتي للخصائص ودنا نقف على ماهية تقنيات العرض اللاسلكية. هي عبارة عن تقنيات وبروتوكولات اتصال لاسلكية تتيح للمستخدم عرض أجهزة الذكية على شاشة عرض كبيرة، سواء باستخدام البروجيكتر أو باستخدام شاشة التلفاز أو شاشات العرض الموجودة في مدارسنا. لذلك تمتاز تقنيات العرض اللاسلكية هذه بعدم الحاجة لأسلاك توصيل بين جهاز المعلم أو جهاز الطالب بعارض البيانات، مما يتيح للمعلم حرية التنقل بجهاز الحاسب الآلي أو الجهاز اللوحي أو سواء الجهاز الجوال والذكي، ويكون بذلك قد وفر بديل مناسب للصبورة التفاعلية من خلال استثماره كأداة تفاعل بين الطلاب، وبديل مناسب أيضا للكاميرا الوثائقية من خلال الاستفادة من الكاميرات المدمجة بهذه الأجهزة. حقيقة عند البحث في خصائص هذه التقنيات وجدنا أنها تحرر المعلم من موقعه التقليدي في الفصل وتعزز تفاعله وقربه من الطلاب. كذلك تمكن المعلم من استخدام التطبيقات الواقع المعزز التي تحتاج حقيقة أحيانا لحرية حركة وعدم التقيد بهذه الأسلاك، والواقع الافتراضي بدون قيود داخل الفصل الدراسي. أيضا توفر فرص لأنشطة أكثر تعاونية من خلال استراتيجيات تعليمية معتمدة عليها. أيضا تعزز توظيف تطبيقات الأجهزة اللوحية في الأنشطة الصفية، تساهم كذلك في نمو فرص الاستثمار بأجهزة المعلمين والطلاب الجوالة واللوحية وتوظيفها في الأنشطة الصفية، وسنقف عليها هذه النقطة أثناء التوصيات. أيضا تمكن الطلاب من عرض أعمالهم على شاشة العرض في الفصول الذكية، وهذه تسمح بأنه لسنوات ونحن شاشة العرض هذه هي حكر للمعلم، بينما نستطيع أن نمكن الطالب كذلك ونتيح له عملية مشاركة جهازه ومحتواها العلمي والمشاركة فيه. أيضا من خلال ارتباطها بالأجهزة اللوحية تمثل أداة تفاعل مناسبة بديلة عن الصبورة التفاعلية وكذلك الكاميرا الوثائقية. أنواع تقنيات العرض اللاسلكية هي تكاد تكون محدودة في 4 أنواع رئيسية. النوع الأول الميراكاست، أو في بعض أجهزة الويندوز يطلق عليها الرمز WIDI، وهي اختصار لوايرلس ديسبلي. هذه التقنيتين هي بروتوكولات موحدة تقريبا واحدة، لذلك ضمناها في نوع واحد. أيضا تقنية الاير بلاي، وهذه خاصة بأجهزة الأيوس والماك لشركة أبل. أيضا تقنية الجوجل كاست اللي هي تعتبر من إنتاج شركة جوجل أو تطوير لشركة جوجل، وكذلك التقنية الأخيرة وهي تعد الأولى، وباقي التقنيات ما هي إلا تطوير لهذه التقنية اللي هي DLNA. كل نوع من هذه الأنواع يمتاز بأنظمة داعمة له وكذلك قطع داعمة له، بحال كون الأجهزة العرض لا تدعمها تستطيع الاستفادة من هذه القطع لدعم جهازك الجهاز العرض لهذه القطعة. لذلك القطع هذه تمتاز بأنها صغيرة الحجم وسهلة التنقل في الفصول الدراسية في حال أردنا تطبيقها في مدارسنا الآن وبحالها الآن في البروجكترات المتاحة حاليا. أيضا بعض الخصائص، وهنا نستطيع أن نصنف هذه الخصائص بشكل آخر يأتي لاحقا، لكن حقيقة أنا فضلت أني أقف عند البادئة لهذه التقنيات هي DLNA، وهي اختصار لـ Digital Life Network Alliances، وهي تحالف الشبكة الرقمية الحية. هذه تعد من أقدم التقنيات العرض اللاسلكية، وتمتاز هذه التقنية بكونها نستطيع مشاركة المحتوى فقط وليس الشاشة كاملة، اللي هو محتوى الوسائط المتعددة سواء كان فيديو أو عروض تصويرية أو صور عن طريق هذه التقنية دون استخدام الشاشة كاملة، وهذه تتيح جانب من خصوصية الجهاز لدى المستخدمين. لو أردنا تصنيفها بشكل يعني أكثر ملائمة للفصول الدراسية وللمؤسسة التعليمية، نجد أن الرابط ما بين هذه التقنيات هي الحاجة لوجود وسيط. لذلك تمتاز تقنية الميراكاست أو الوايرلس ديسبلي والتي تدعمها أجهزة الويندوز وأجهزة الأندرويد حاليا
تمتاز بكونها لا تحتاج إلى وسيط، هي الاتصال مباشر ما بين الجهاز وما بين شاشة العرض. بينما التقنيات الأخرى اللي هي الإيربلاي لشركة أبل وجوجل كاس والديلينيه تحتاج إلى وسيط وراوتر ما بين هذا جهاز العرض وجهاز المعلم أو جهاز الطالب لعرض المادة التعليمية. نأتي هنا لتصور مقترح بعد ما تعرفنا كذا بشكل سريع، نأتي لتصور مقترح لتوظيف هذه التقنيات. أي التقنيات أنسب داخل البيئات التعليمية أو داخل الفصول الدراسية؟ لنجد أن الفصول الدراسية نظراً لطبيعة الفصل الدراسي والإمكانيات اللي موجودة فيه، فغالباً حنا نحتاج إلى تقنيات الميراكاس والويرلس ديسبلي، لأنها في الغالب فصولنا الدراسية ما هي موفر فيها أجهزة المودم وأجهزة الاتصال والواي فاي. لذلك من الممكن الآن حالياً أن نستخدم أجهزة الميراكاس والتعامل معها بشكل يسير. والأجمل من هذا كله إنها تتناسب مع مهارات المعلمين الغير متعمقين في مجال التقنية. لذلك هي ثلاث خطوات بسيطة ممكن يتعلمها ويتم عملية الاتصال في جهاز العرض. بينما في قاعة التعلم الذاتي وقاعة التعلم الجماعي اللي هي في مصادر التعلم، نجد أنه غالبا توفر أجهزة المودم والاتصال والشبكة. لذلك ممكن أن نستخدم والله تقنيات الديلينيه والإيربلاي والجوجل كاست كذلك في الفصول الذكية، وهذه تعد يعني مساهمة وإتاحة للطلاب لمشاركة هذا العرض مع المعلم. وكذلك في شاشات العرض التي في فناء المؤسسة التعليمية والتي غالباً ما يحتاجها القادة والمشرفين لبيان مثلاً الجداول الدراسية، لبيان الطلاب المشاركين أو الإرشاد الطلابي أو الإعلانات داخل المؤسسة، فتقنية الDLNA تسمح للإدارة المدرسية بعمل شيء من هذا النوع. لذلك هذا تصور بشكل يسير، ولكم بعد كذا حرية التساؤل عليه. في الأخير طبعاً أنا الوقت أستسمحكم يعني بالسرعة هذه لأنه حقيقة الوقت قصير وأحاول أعرض أكبر كم ممكن من الورقة. كذلك في توصيات الورقة في الأخير، حقيقة حنا نوصي بتوجيه البحوث التجريبية لدراسة فاعلية البيئات التعليمية المعتمدة على تقنيات العرض اللاسلكية على التحصيل والسلوك والاتجاهات. وهنا حقيقة ورقة العمل اعتمدت بشكل كبير على التجارب العملية، حيث كانت في مدرسة في أستراليا للبنات، ووجدت مقال لرئيس قسم التعليم الإلكتروني في المدرسة كاتل، وموجود من ضمن المراجع، يشيد حقيقة بالتجربة وعمل لقاءات مع المعلمين والمعلمات، فأشادوا كثيرا في تجربتهم لتقنيات العرض اللاسلكية، وحفزت الطلاب والمعلمين والمؤسسات في استثمار فعلا الجوالات داخل فناء أو المؤسسة التعليمية. أيضا تعريف الميدان التعليمي وخاصة المعلمين والمعلمات بتقنيات العرض اللاسلكية وخصائصها التعليمية من خلال المنشورات والبرامج التدريبية. طبعا هذا التعريف الآن حاليا يأتي لحاجة الميدان لها، ولكونها تكون بدائل وحلول يستطيع من خلالها المعلمين عرض بياناتهم بشكل جميل ورائع. أيضاً تضمين تقنيات العرض اللاسلكية، وهذه رسالة للمؤسسات التعليمية، تضمين هذه التقنيات في المواصفات الفنية لأجهزة عرض البيانات اللي هي البروجكترات أو الشاشات العرض في المنافسات المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية. أيضاً استثمار أجهزة المعلمين والمعلمات الجوالة واللوحية في عمليات التعليم والتعلم يساهم في خفض هذه التكاليف للمشاريع المعتمدة على التقنيات الحديثة، وتوفير تقنيات العرض اللاسلكية يزيد من فرص نمو هذا الاستثمار داخل المؤسسة التعليمية. وحقيقة حين نقول أن المعلمين والمعلمات في الدول العربية عموما حريصين جدا على تقديم مادتهم العلمية بشكل جميل ورائع وبناء ومثمر، ولكن وجود مثل هذه التقنيات يجعلهم
يعني يدفعون خطوة للأمام في استثمار هذه الجوالات داخل بيئاتهم التعليمية. في الآخر أنا ودي حقيقة أشير للمنشورات والبرامج التدريبية التي أقيمت في ضوء هذه التقنيات من قبل الإخوان الزملاء في قسم تقنيات التعليم في المدينة المنورة. هنا كان في منشور يعرض خصائص ومميزات عارض البيانات وأشير إليها هنا، خلينا نقول نعم، وأشير هنا من ضمن الخصائص إلى أن التوصيلات اللاسلكية مهم تواجدها في البروجيكتر التعليمي أيضا. كذلك منشورات كانت على طرق التوصيل سواء السلكية أو اللاسلكية وكيفية التعامل معها والحصول عليها وبالتالي الاستفادة منها. كذلك في برنامج استهدف فيه مشرفي ومعلمي العلوم تطرقنا للمنتج الثلاثي الأبعاد وكذلك المعامل الافتراضية وكيف يمكن أنك بجهاز المحمول على أجهزة الويندوز تستطيع الاستفادة من تقنيات العرض اللاسلكية وجعل هذا الجهاز كصبورة تفاعلية يستفيد منها الغالب. أيضا أفردنا منشور كذا خاص بتقنيات العرض اللاسلكية وكان الهدف منه حقيقة تعريف الميدان فيها وبخصائصها التعليمية. أيضا خلال البرامج التدريبية التي أقامها القسم قسم تقنيات التعليم وحقيقة ساهم في إعداده وتنفيذه الزملاء الأفاضل مشرفو تقنيات التعليم في المدينة المنورة الأستاذ عبد الرحيم اللقماني والأستاذ إسماعيل دملو والأستاذ ماجد الأحمدي. فكانت البرامج يعني في غالبها تعتمد على الجانب العملي والتطبيقي والنظري، وكان يحظى تقنيات العرض اللاسلكية أثناء تنفيذ البرامج فعلاً رغبة المعلمين في المعرفة التفصيلية بشكل أكبر له، لذلك كانت في البداية عبارة عن عرض لهذه، وبعد كذا أخذنا تقنيات العرض اللاسلكية كبرنامج مفرد نظراً لحاجة الميدان لهذه التقنيات أو التعريف بهذه التقنيات. أيضاً في تطبيقات الأجهزة الكفية نجد لأنه فعلاً جهازنا الجوال الآن فيه تقنيات عديدة وممتعة وثرية ونستطيع الاستفادة منها، خاصة مع وجود بوابة عين وحقيبة عين والمناهج الدراسية الإلكترونية. ففعلا في الجوال فيه كم كبير وجميل ويستطيع المعلم الاستفادة منه داخل الحصة الدراسية. لذلك أثناء يعني برامجنا اللي تعتمد على الأجهزة الكفية نحاول أن نعرج في أثناء هذا البرنامج على تقنيات العرض اللاسلكية بحيث أنها تسهل عملية استخدام الجوال داخل الفصول الدراسية. كذلك هنا أيضا تقنيات العرض اللاسلكية حلول وبدائل، والبرامج كلها بمحتواها كانت عبارة عن تطبيقات عملية. أخيرا استهدفنا أولياء الأمور حقيقة في المنازل وقلنا نعرفهم بهذه التقنيات وكيف ممكن يستفيد منها داخل المنزل بحيث أنه يظهر جهازه والمحتوى الكبير التعليمي التفاعلي ويستفيد منه لكامل طاقم الأسرة في عمليات التعليم والتدريب. وهذا البرنامج كان يستهدف طبعا أولياء الأمور في مراكز الأحياء المتعلمة في المدينة المنورة. حقيقة كل الشكر والتقدير، أتمنى أني ما أطلت وأتمنى أنه حقيقة وصل المفهوم بشكل كبير. الجميل أن الزملاء والسادة المنظمين وفروا يعني جانب الورق، طبعا هذا عرض مصغر لكن فيه الورقة مكتملة ممكن أنه تطلعون عليها على موقع البورد الذهبي. وفي الختام أقول كل الشكر والتقدير للسادة المنظمين والحضور الكريم، تقبلوا خالص التحايا من محدثكم عادل الميلبي. أخيرا أقول تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما غرد قمري وأورق عودٌ.